معناته مجوع؟ احنا موجودين بمخيم ارقبان ب10/10/2018. احنا متواجدين بمكان الاعتصام وعم نستنجد بالامم المتحده بالمنظمات الدوليه بكل ضمير حي لهذا المخيم يسعف. وهذا المخيم المخيم المنكوب، المخيم لا غذاء لا دواء لا تعليم لا شيء بهذا المخيم. ونترجى اي واحد بسمع هذا الصوت، اي منظمه اي شريف بالعالم ينجد هذا المخيم. ونحن